هي جمعية متكونة من الأطباء الأخصائيين في طب النوم، وهي تعمل باش تكون طب النوم معروف والتنمية متاع طب النوم في تونس، يكون الأطباء الكل يعرفوا ويعينوا المرضى متاعهم في اضطرابات النوم. هي عالم آخر، خطر هي ما تكونش كان العباد اللي عندهم أمراض نفسية، هي برشا عباد عندهم مثلا ما يرقدوش منيح ما غير ما يكون عنده مرض نفسي، أو عباد ترقد برشا بالزائد، أو عباد عندها ضيق نفس في الليل ما ينجموش يرقدوا، أو عند يقف عليهم النفس، معناها فما عباد تشخر، عباد تتحرك، عباد تقوم تعيط، عباد تتكلم، عباد النوم نتاعها غير كافي، أو النوم يولي معناها في الصباح أكثر واللي في الليل واللي في العشية يوليو معناها ما يرقدوش في الليل. دونك اضطرابات النوم هي عديدة وما تمسش اختصاص واحد. أنا الطب النفسي والطب الأعصاب والطب الأمراض القلب والأمراض الصدرية والأمراض كل ما هو الغدد، وخطر نعرفوا اللي في النوم الغدد يخدموا بصفة معناها مختلفة على النهار. دونك حاجة هامة ياسر، مثلا الصغيرات باش يكبروا ويطولوا يلزم يرقدوا، على خاطر فما يوليو ما عادش نجموا إذا كان ما يرقدوش مليح يوليو ما يكبروش كما يلزم. هو مؤتمر طبي على 3 أيام، فيه تقريبا 300 طبيب مشاركين وعدة محاضرات وعدة معناها ديزاتوليه للأطباء اللي يحبوا يعرفوا أكثر على مشاكل أمراض النوم واضطرابات النوم وكيفاش نشخصوها وكيفاش ندويوها. احنا هوني كنا أطباء، فما من كما قلنا ساعة اختصاصة الكل، ولكن فما الأطباء الزادة معناها جنراليست، واللي هما أطباء الصف الأول وهما اللي يمشيوا لهم المرضى أو الوحيد، وعندنا برشا عباد يجيونا باش يحضروا في المؤتمر هذا باش نعينوا كلنا، نعينوا المرضى نتاعنا باش يكونوا معناها تشخيص صحيح في الأمراض والاضطرابات النوم وشنو الأدوية أو كيفاش نحاولوا نعالجوا، خاطر مش ديما فما أدوية، فما بعض أمور أخرى نجموا نعالجوا بها. أنا ننصح العباد الكل أنهم يحاولوا يحترموا النوم، والنوم هو يصير في الليل، دونك لازمنا نحترموا الأوقات اللي نقوموا فيهم أو نعملوا معناها نهيئوا الحياة باش نرقدوا. إذا كان فما عباد عندهم مثلا ما يرقدوش بالذات أقل من 6-7 أقل من 6 سوايع أو 5 سوايع يقوم في الصباح تاعه، يلزم يشوف النجم تاعه. كان فما عباد في النهار يعديو وقت أنهم راقدين حاجة مش عادية، دونك لازم نشوف النجم تاعه الأمراض اللي تعطي الكتاب. وإحنا في تونس عندنا عدة أطباء أخصائيين في النوم اللي ينجموا يعينوا الناس الكل باش بالتشخيص وباش نداويو اضطرابات النوم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.